الخناقه دي يا جماعه بقالها سنين وما بتتحلش، برضه في عهد الكابتن سمير زاهر كانت خناقه كبيره ما بين النادي الاهلي واتحاد الكره، دائما وابدا كان ينتصر في النهايه النادي الاهلي، ولكن كان في دائما خلاف داخل الجمعيه العموميه، النادي الاهلي نادي كبير لا خلاف، الزمالك نادي كبير لا خلاف، بس ما فيش حد على راسه ريش، النادي الاهلي لازم يلتزم ونادي الزمالك لازم يلتزم، عنده حقوق بياخدها، عنده حقوق بيسوقها ويبيعها، عليه برضه واجبات لازم يأديها، اتحاد الكرة النهاردة مع راعي والبطولة من حق اتحاد الكرة، لابد أن النادي الأهلي يلتزم، لأن النهاردة برضه اتحاد الكرة عنده مصاريف، عنده موارد، لازم النهاردة يدعم نفسه، لازم النهاردة يحمي الراعي بتاعه، لأن الراعي بتاعه النهاردة دفع 35 مليون جنيه، هيدعم في النادي الأهلي 160 مليون جنيه أو 150 مليون جنيه في ثلاث سنين، فالنادي الأهلي بيحمي رعاته واتحاد الكرة لابد أن يحمي رعاته، أعتقد إن هي خناقة لابد أن يعني يلتزم بها الطرفين، أعتقد ان اتحاد الكره بيحترم حقوق النادي الاهلي، اعتقد ان اتحاد الكره فاهم النادي الاهلي عنده حقوق، ولكن لابد ان يلتزم النادي الاهلي. برضو بنسمع كلام ومفيش لحد دلوقتي حلول، لازم النادي الاهلي يعمل لجنه تروح تقعد في اتحاد الكره لو عايز يشارك في كاس مصر، لو مش عايز يشارك في كاس مصر اعتقد ما عندوش الحل، لان برضو الكابتن حماده المصري هيكون معانا يعني كمان ثواني ان شاء الله، وهنساله هو رئيس اللجنه المنظمه، هيكون معانا كمان الكابتن احمد مجاهد، وهنساله اتحاد الكوره في الحاله دي هيعمل ايه؟ كان في جلسات مع الكابتن حسن حمدي مع مسؤولين من النادي الاهلي في يعني هذا السياق، ولكن الموضوع لازم يتحل لان الاهلي مستحيلات يلعب بشروطه الكاس ده. اعتقد ان انا كده خلصنا يعني اخبار النادي الاهلي، قد ما نروح لاخبار نادي الزمالك، نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم اخبار نادي الزمالك.